في هذه اللحظات أيها الحفل الكريم تمت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي لفئة القعدان للإخوة السودانيين من مسافة 1500 متر في سباق الجزيرة لفئة المفارد اللي في أول المراكز في هذه اللحظات. هذا هو كريري للسيد الجاهوري بن صالح الجاهوري مع كريري في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز هذا هو ملفت للسيد السماني حسين مع ملفت في ثاني المراكز، ثالث المراكز الخرطوم للسيد الجاهوري بن صالح الجاهوري، أما اللي في ثالثة اللي في رابع المراكز في هذه اللحظات رقم 25 غير مدور عندي، أما اللي في خامس المراكز هذا هو مهند للسيد صالح سويلح سالم الرشيدي، ولكن راح ملفت للسيد السماني حسن في هذه اللحظات في اول المراكز مع ملفت، اما اللي في ثاني المراكز الخرطوم للسيد الجاهوري بن صالح الجاهوري، اما اللي في ثالث المراكز اللي واصل في هذه اللحظات الحنيش للسيد محمد عبد الرحيم الوحيشي في هذه اللحظات مع شاهين في مع الحنيش في ثالث المراكز، ولكن ملفت مع هذا الفوز حتى هذه اللحظات ملفت للسيد السماني حسن، اما من الجانب الايمن يحاول يتسلل هذا هو الخرطوم للسيد الجاهوري بن صالح الجاهوري في هذه اللحظات في اول المراكز، ملفت في ثاني المراكز للسيد السماني حسن، ولكن الخرطوم للسيد الجاهوري بن صالح الجاهوري انتزع المركز الاول وسيطر سيطرة تامة في شوط الاخوة السودانيين الشوط الاول الرئيسي. هذا هو الخرطوم للسيد الجاهوري بن صالح الجاهوري في ثاني المراكز، هذا هو ملفت للسيد السماني حسن في ثالث المراكز مشاكس للسيد محمود عبد الله محمد احمد. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين و12 ثانية 29 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين في سباق هذا اليوم، وهذه تحياتي محمد الحسن الكباشي على ختام سباق هذا اليوم.